كانت بمحل من المحلات بعيدة عن بعضها لظروف البلد بالسياسة بكل شيء نحن بنعرفه اليوم بلبنان. هذا النشاط اليوم جد عرف العالم على بعضها، اللي من برا، اللي مسافر، اللي حتى بصيدا ببيروت بالبقاع. أنا اسمي سارة عون، عايشة بكندا وهلأ جاي صيف بكفر شوبة. كنت فكر بكندا بس هيك في مناظر، بس هلأ جيت وعلى هالطريق وشفت مناظر كمان على أحلى. عملت صداقات جديدة كتير، إنه تعرفت على عالم كتير بالمشية وكانوا كتير إنه مناح وتضحكنا مع بعض. هذا كان شيء إنه هيك حلو وجديد. إن شاء الله إنه من بعد هيدا الشيء نحن كان هدفنا لنكسر الجليد اللي موجود يمكن شوي بضيعتنا بسبب الطوايف، وإن شاء الله إنه مع هيدا اللزمة نمشي سوا.